السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، سؤال في بداية حلقة الليلة يا جماعة، هل يمكن لرجل واحد بس، واحد بس، إنه يحل مشاكل الإسلام في العالم كله؟ أو هل يمكن لرجل واحد بس انه يحل مشكله ضخمه لوحده من مشاكل الاسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر من 1400 سنه كان راجل واحد، واحد ما كانش لسه ولا مسلم في مصر، ولا مسلم في الشام، ولا مسلم في العراق، ولا مسلم من 200 مليون مسلم بتوع اندونيسيا، ووقف في وش الكفر لوحده، راجل واحد دعا الى الله في وجه الباطل في الارض كلها، والوقت بقى المسلمين اتباعه مليار ونص، مليار ونص، راجل واحد بس. ابو بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجل واحد بيحارب على اكثر من 100 جهه من المرتدين، وهو اللي كان سبب في ثبات الامه. خالد بن الوليد كان راجل واحد. ابو بكر الصديق قال لا اذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد، وربنا فتح نص الارض على ايديه. الطفيل بن عمرو الدوسي كان راجل واحد، قعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اثنين ثلاثه اربعه، بعد كده راح لقومه جاب قبيله الدوسي كلها للنبي عليه الصلاه والسلام. في فتح مصر عمرو بن العاص بعت له عمر بن الخطاب، مش عارفين نفتح مصر، مش عارفين نفتحها، بعت لها مدد. عمر بعت له اربع رجاله، قال له الراجل الواحد منهم بألف راجل انا بعت لك مدد من اربعه. عبد الله بن الزبير في حرب المسلمين مع البربر في الفتوحات الاسلاميه انقض لوحده على جيش البربر، قتل ملك البربر، انتهت المعركه براجل واحد بس. في فتح خيبر المسلمين مش عارفين يفتحوها، مش عارفين، استقصت عليهم فتح خيبر والمستوطنات اليهوديه في جزيره العرب اللي زي مستوطنات اليهود بالظبط في فلسطين الوقت، راجل واحد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ربنا فتح على يديه اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب. راجل واحد. موسى لما فرعون بجنوده جم على بني اسرائيل قدام البحر الاحمر قالوا انا لمدرجون، راجل واحد اللي هو موسى بن عبد الله اللي ثبت الصف كله وقال كلا ان معي ربي سيهدين. ابراهيم الخليل كان راجل واحد، ربنا قال عليه ان ابراهيم كان امه، وهو واحد لوحده لانه وقف وش الباطل في الارض لوحده ونشر التوحيد في الارض كلها لها مرة ثانية لوحده. راجل واحد. مصعب بن عمير النبي بعته للمدينة راجل واحد لوحده، ولكن قلب المدينة كلها بالدعوة الى الله. الصحابة كان كل واحد منهم راجل واحد، ولكن وقف على صغر عظيم من صغور الاسلام، حل مشكلة ضخمة من مشاكل الاسلام. راجل واحد يا جماعة في غزوة الاحزاب لما جه للنبي يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذل عنا ما استطعت، كان السبب في فك الحصار عن المسلمين قبل ان يرسل الله الريح فتنتهي المعركة بجند الله الذي لا يهزم. راجل واحد يا جماعة. هل ممكن راجل واحد يحل مشاكل الامة؟ درس الليلة بيقولك ان في برقية عاجلة جيالك، برقية عاجلة جيالك، برقية عاجلة من كل مكان في العالم الاسلامي، من كل مكان نزل فيه دم، برقية والف برقية من كل واحد الوقت محاصر في بيت في غزة مستني ان هو يتقصف في اي لحظة ويتقتل في اي لحظة ويتحول لجثة من الجثث. برقية من افغانستان وكشمير وفلسطين وغزة والعراق والسودان، برقية من كل مسلم المنصرين عارضين عليه الاف مؤلفة من الدولارات مقابل انه يسيب دينه بيستغيث بحد يثبته على دينه. برقية عاجلة من كل كافر نايم في مستشفى من مستشفيات اوروبا وامريكا عنده سرطان او عنده مرض خلاص مفيش امل طبيا في علاجه، وبينه وبين جهنم ان هو يموت وبيستغيث مستنى اي حد يجي ينقذ مصيره. الف برقية عاجلة بتقول عايزين راجل بمعنى الكلمة، عايزين راجل على وجه السرعة، عايزين حملة رسالة. يا جماعة الراجل اللي احنا عايزينه ده، الشخصية اللي انا جاي اتكلم عنها الليلة دي، يا ترى لازم يبقى ايه؟ يا ترى لازم يبقى جميل؟ الجليبيب، جليبيب كان دميم لدرجة ان ما كانش فيه امرأة واحدة راضية انها تتجوزه، ما كانش في حد راضي يتجوزه ولا حد راضي يتجوزه لبنته، والرسول عليه السلام هو شايله لما استشهد بعد ما قتل سبعة من المشركين والرسول بيبكي ويقول جليبيب مني وانا منه عليه الصلاة والسلام، ما كانش جميل. طب الراجل ده لازم يبقى قوي؟ ابن مسعود لما كان طالع النخلة الصحابة شافوا رجليه ضحكوا عليه من كتر ضعفه ونحافته. طب لازم يبقى غني؟
سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش بيخرج يشتغل غير لما يبقى مفيش في بيته اي طعام، كان ينزع الابار الدلو بتمرايه. طب لازم يبقى عربي وسلمان الفارسي يروح فين؟ وصهيب الرومي يروح فين؟ وبلال الحبشي يروح فين؟ طب لازم يبقى راجل ماهوش امراه ونساء الصحابه اللي سطروا امجاد بدمهم يروحوا فين؟ لازم يبقى كبير والاطفال بتوع الصحابه يروحوا فين؟ امال الصفه اللي احنا عايزين نزرعها الليله ايه؟ امال الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه الليله ايه؟ امال الصفه بتاعت الراجل الليله ايه يا جماعه؟ احنا الليله هنتكلم عن حمل الرساله، عن صفات حمل الرساله، عن ان صفه حمل الرساله هي اخطر صفه غائبه في الامه. حماس، ايه قوه حماس؟ ايه قوه حماس اللي قلب العالم كله عشانهم؟ ايه قوه حماس؟ حماس لا عندهم دوله ولا عندهم ملك ولا عندهم فلوس ولا عندهم بترول ولا عندهم معادن ولا 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 عندهم ثروه زراعيه ولا حيوانيه ولا ما عندهمش اي حاجه. امال العالم كله مقلوب عشان حماس ليه؟ عشان رجاله حملت رسالة وشايلين قضية. أنا عايزك تبقى كده وعايزك تبقى كده، رجالة حاملين رسالة وشايلين قضية. يا جماعة الصحابة ما كانوش يملكوا شيء لما فتحوا العالم، بس كانوا رجالة حملت رسالة. هو ده اللي هيغير العالم، هو ده اللي هيغير الواقع، لما كل واحد مننا يبقى حامل رسالة، شايل هم الرسالة، فوق هم إنه يسقط أو ينجح، فوق هم إنه يتجوز أو ما يتجوزش، يخلف أو ما يخلفش، مريض أو يروق، حمل رسالة وقضية. أحد الإخوة من عدة أيام يعني بعد يعني أحد الإخوة جالي يعني بيقول لي أنا هتبرع بالمبلغ دوت لاخواننا في غزه. فبقول له طب يعني المبلغ ده يعني هو جايبه منين؟ بيقول لي المبلغ ده انا استلفته اصلا عشان اتاجر بيه، ولكن انا بدل ما هتاجر بيه انا هتاجر بيه مع ربنا سبحانه وتعالى. انا بدل ما كنت هتاجر بيه تجاره ممكن تكسب او تخسر، انا هتاجر بيه تجاره لن تبور ولن تخسر ابدا، وهتشوف بعد ثلاث شهور اللي كان متوقع في خلالهم يجي لي ربح المبلغ ده، هتشوف ربنا بعت لي ايه سبحانه وتعالى من عنده. عايزين رجاله يا جماعه، عايزين ناس حملت رساله، حملت قضيه. درس الليله يا جماعه مش درس وعظ، درس مطلوب صناعه رجال في هذه الازمه، مطلوب صناعه رجال. النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يرد على طعن ابو جهل لسميه غير بعد 14 سنه لما ربى رجاله في مكه، قدر يرد بيهم على ابو جهل. احنا مش قادرين نرد بس لازم نتربى عشان يجي اليوم اللي نرد فيه. احنا مش قادرين نرد بس لازم نربي اللي هيرد، لازم يجي يوم الرد والانتقام والاخذ بالثار. ما احناش قادرين دلوقتي نتكلم لان مفيش الرجاله اللي تقوم وتتكلم. عايزين راجل يا جماعه بمعنى الكلمه، عايزين راجل. واحد يقول طب انا ما اقدرش ابقى اللي انت بتتكلم عليه، واحدة تقول انا ما اقدرش ابقى اللي انت بتتكلم عليها، انا مش قادر. ليه يا جماعه؟ من اعجب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهد المنتظر، لما الرسول قال يصنعه الله بين يوم وليله، بين يوم وليله ربنا يقلب قلبه يبقى قلب المهدي، ربنا يقلب عقله يبقى عقل المهدي، ربنا يقوي عزمه يبقى عزم المهدي. انت ممكن بين يوم وليله ربنا يخليك صوان قوام مجاهد، انت ممكن ربنا يقلب يملى قلبك بالايمان، بس انت اقف وتصدر في قضيه دينك. يا جماعه سيدنا ابراهيم في 24 ساعه اتقلب ازاي؟ لما وقف يتدبر في الشمس والقمر والكوكب وانقلب وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، انقلاب في 24 ساعه، الصحراء انقلبوا في ساعه واحده بس. انت ليه يائس انك تبقى صاحب رساله؟ يا جماعه في مواقف بيتعرض لها الاسلام بيبقى محتاج راجل على وجه السرعه، لازم حد يتدخل ولا تبقى مصيبه. زي غزوه احد لما كل اللي حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا اتقتلوا، كل اللي حواليه اتقتلوا، كل اللي حواليه بقوا جثث مقتوله بتدافع عنه، ولو محدش تدخل فورا هتبقى مصيبه، لا هتبقى كارثه، ولازم كان حد يتدخل. وتدخل طلحه ابن عبيد الله ينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا الايام دي كده كل يوم بنفقد ارض من اراضينا، كل يوم بنفقد مقدس من مقدساتنا، كل يوم عزه من عزه المسلمين بتزول. عايزين حد على وجه السرعه، عايزين راجل بمعنى الكلمه، عايزين اصحاب رساله. يا جماعه درس الليله هدفه ان احنا نفهم ان احنا لن ننتصر الا لما نبقى اصحاب رساله. عايز تغير الواقع لازم انت تتغير، عايزه يبقى ليكي دور في تغيير الواقع لازم انت تتغيري، لازم نتغير كلنا. انا النهارده مش بكلم واحد، انا الدرس اللي فات قائد الرباني المنتظر انا كنت بتكلم واحد، كنت بتكلم مع ممكن بيتفرج عليا لو 1000 من كل 1000 من كل 10000 بيتفرجوا عليا، انا بكلم واحد بس. الدرس اللي فات كنت بكلم واحد من كل 100000، انا عارف ان ممكن تكون النسبه اقل من كده كمان، ولكن كان له دور خطير. انا النهارده بكلمنا كلنا، كلنا صلاح الدين، كلنا اليوم صلاح الدين، كلنا اليوم قطز، كلنا اليوم فاتحين، مجددين منقذين باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف ايه صفات حمل الرساله عشان نتبعها. يا اخواني في الله، ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين، ده واحد بقى مع النبي في الجنه لانه كفل عبد
من عباد الله. امال اللي هيكفل دين الله؟ امال اللي هيشيل هم دين الله؟ ده يبقى في جوار الله في الفردوس الاعلى. في اي مقام يا جماعه احنا ماشيين في طريق اخره جوار الله في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. لو شلت الهم زي ما الصحابه شالوه هتبقى مع الصحابه في الاخره، لو شلت الدين زي ما شالوه هتبقى معاهم في الاخره، لو بقينا زيهم على طريقهم ومنهجهم وهدفهم وطموحاتهم هنبقى معاهم في الاخره باذن الملك سبحانه وتعالى. صفات حامل الرساله، ايه صفات حامل الرساله؟ اول صفه من صفات الرجل اللي بمعنى الكلمه، اول صفه من صفات حامل الرساله وحامل القضيه، اول صفه من صفات الشخصيه التغييريه الحقيقيه اللي هيبقى لها دور حقيقي في تغيير الواقع وبناء الدين وبناء الامه. اول صفه في صفات المحررين المنقذين، اول صفه ان هو رجل، ان هي امراه، ان هو حامل رساله فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان صار فيه الى ان يموت. رجل فوق الفتن فوق الشهوات لا يرتد عن طريقه ولا يتركه الى ان يموت ما دام صار فيه وبدا فيه. محمد بن مسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تضرك فتنه. تخيل انت لا تضرك فتنه، انت مهما مشيت في الشارع وشفت فتن ما فيش فتن بتضرك ولا في فتن ما بتضرناش، وفتن بتجيبنا بالضربه القاضيه، وفتن بتاثر على منسوب الايمان في قلوبنا. احنا فين يا جماعه من القصص المرعبه في القران؟ بل اكثر القصص المرعبه في القران قصه في سوره الاعراف، قصه بلعام بن بعوره. بالعام ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علم وفهم وبصيرة ومعلومات في الدين، ويتكلم القرآن والسنة خارجين من بين ثناياه. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انتكس، ساب القضية، باع القضية، ماليش دعوة، باع دينه، فانسلخ منها زي اللي بيتسلخ من جلده، فأتبعه الشيطان، الشيطان ما صدق، أحسن يرجع تاني ويفوق تاني ويقوم تاني ويفهم تاني، فكان من الغاوين، ضاع خلاص. ولو شئنا لرفعناه بها. انت عارفة كمية ايات لو ربنا شاء كان زمانك بقيت من الصديقات بيها. انت عارف كمية احاديث لو ربنا شاء كان زمانك بقيت من اولياء الله الصالحين بيها. احنا عارفين كمية معلومات في الدين يا جماعة كافية والله، ما هي اكتر من المعلومات اللي سمية كانت عارفاها لما طعنت وثبتت حتى الموت امام ابو جهل، ما هيش اكتر من كمية المعلومات اللي كان بلال عارفها لما فضلوا يعذبوا ولكنه شهد بنفسه لله، فضل يتعذب في رمضاء مكة بالحر وبالنار وبالعطش وبالتجويع وبالجلد. ما كانتش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها، ما كانش معلومات اكتر من معلوماتك وقتها. الصحابة يوم ما تحملوا الاذى القاتل، يوم ما هاجروا للحبشة وسابوا بلادهم واراضيهم ووطنهم، ما كانتش معلوماتهم في الدين اكتر مننا يا جماعة، ولكن كان منسوب الايمان اكتر مننا. معركتنا مع اهل الباطل مش معركة سلاح لسلاح، معركة ايمان ويقين وصمود واعتزاز بديننا وثبات على ديننا واعتقاد صار راسخ جازم في قلوبنا امام كل الاسلحة بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني يا جماعة فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. احنا كان زماننا الوقت في مقام تاني خالص، كان زماننا الوقت في افق تاني، ولكن احنا اللي مضيعين نفسنا. ليه؟ اخلد الى الارض واتبع هواه بسبب امراض القلوب اللي جوانا، بسبب حب الدنيا اللي جوانا، بسبب التعلق بالدنيا اللي جوانا، والنتيجه فمثله كمثل الكلب. ايه المرعب في قصه بلعام؟ ايه المرعب؟ اول حاجه مرعبه انها قصه انتكاس. يعني ايه قصه انتكاس؟ انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق اخره الجنه بقى ماشي في طريق اخره جهنم. واحد انتكاس يعني واحد كان عداد حسناته شغال ما بيبطلش بقى عداد سيئاته شغال ما بيبطلش. انتكاس يعني واحد كان ربنا بيقول عليه اتيناه اياتنا بقى واحد ربنا بيقول عليه فمثله كمثل الكلب. انتكاس يعني واحد كان ماشي في طريق كله ملائكه رحمه بقى ماشي في طريق كله ملائكه عذاب. انتكاس وترك لطريق الدين والعمل للدين. يعني واحد كان الكون كله بيحبه والنمل في جحوره بيستغفر له، الواحد كل حاجه في الكون بتكرهه بل وبتلعنه. تاني حاجه مرعبه في قصه بلعام ان المستوى اللي كان فيه واللي نزل ليه. في ناس يا جماعه لما بتلتزم بتبقى عاديه، بتاخد خطوه وتقف شويه، وواحد لما بيدخل طلقه، يطلع 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 ما تلاقيش حد من اللي حواليه زيه. طب ولما نزل بلعام؟ بلعام كان كده. طب لما نزل؟ في ناس لما بتنزل بتبقى عاديه، يسيب الالتزام بس يبقى عادي، ولكن واحد لما بينزل بينهار. بلعام يا جماعه كان في كانما خر من السماء، كان في السماء فوق، فتخطفه الطير، الف شهوه قطعته، الف شبهه قطعته، الف نزوه مزقته، او تهوي به الريح في مكان سحيق. كان في السماء وبقى في مكان سحيق بعد ما كان لبسها نقاب وخمار، بعد ما كان العفاف بيتشاف لما هي بتتشاف في الشارع، بقت انسانه متبرجه. ايه اللي
قاتلها؟ ايه اللي ضيعها من بين ايدينا؟ ايه اللي ضيعها من طريق الجنة بعد ما كان انسان ليله قيام وبكاء ودعاء، بقى ليله على سهرة على القهوة او قدام النت او قدام موقع قذر او قدام قناة سيئة؟ ايه اللي نزله؟ ايه اللي خلاه ينهار كده بعد ما كان كل همه دينه والوصول لربنا؟ بقى كل همه زي يكلم البنت دي ولا يمشي ورا البنت دي؟ ازاي؟ ازاي؟ بعد ما كان بيخرج يشوف مسجد يصلي فيه ولا مسجد يحضر فيه درس، بقى خارج بسلسلة؟ ازاي؟ في ناس يا جماعة لما بتقع بتنهار بتنهار. هو ده الحاجة التانية المرعبة في قصة بلعام، انه لما وقع انهار، انهار تماما بعد ما كان ولي من اولياء الله بقى عدو من اعداء الله سبحان الملك الجليل. الحاجة التالتة المرعبة في قصة بلعام انه لما وقع 1000 ذئب هجموا عليه عشان ينهشوه. اول حاجة اتبعه الشيطان، الشيطان هجم بسرعة ينهشه عشان ما يقومش. تاني حاجة فكان من الغاوين، صحبة السوء الغاوين هجموا عليه عشان ينهشوه عشان ما يسيبهمش تاني. تالت حاجة اتبع هواه، هواه ونفسه هجمت عليه عشان ما يقومش. في ناس لو وقعت، لو انت وقعت او كسلت او قصرتي ما تعرفش شياطين الانس والجن اللي هتتكلم عليك ساعتها. يبقى يا جماعة وما بدلوا تبديلا من المؤمنين الرجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مفيش شهوة خلتنا نحرف عن الطريق، مفيش فتنة خلتها تنحرف عن الطريق، مفيش مغريات من الدنيا خلته يسيب طريق الدين، مفيش اي شبهة ولا اي نزوة خلته يسيب الطريق. فضل للاخر اول صفة من صفات حامل الرسالة والراجل اللي احنا عايزينه والمرأة اللي احنا عايزينها من صفاتنا كلنا، كلنا اليوم صلاح الدين، كلنا صلاح الدين النهاردة يا جماعة. لازم كلنا نبقى ابطال فاتحين باذن الله. اول صفة انه فوق الفتن وفوق الشهوات، لا يرتد عن طريقه الذي صار فيه حتى يموت. الصفة الثانية من صفات حملة الرسالة، يا حملة الرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام مات وفضلنا يا جماعة وجينا بعته رسالة النبي لسه لسه لغاية الوقت احنا شايلينها في رقبتنا. هنقابل النبي يوم القيامة نقول له ايه الكلمة الآية اللي ترعبني في قول الله سبحانه وتعالى لما موسى قال لقومه بئس ما خلفتموني من بعدي؟ خايف والله العظيم، خايف نيجي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصلنا يقول بئس ما خلفتموني من بعدي، خايف تيجي على حوض الرسول يبصلك ويقول لك بئس ما خلفتني من بعدي، خايفة خايف انك تيجي على حوض النبي يبصلك انت واي واحدة ما قامتش في دورها تجاه دينها يقول لك بئس ما خلفتموني من بعدي. خايفين يا جماعة. الصفة الثانية حامل الرسالة لا يكل ولا يمل في سيره الى الله، ما بيبطلش في تقدم مستمر، ده كل يوم بياخد خطوه جديده في علاقته بالله. تقابله الشهر ده زاد عن الشهر اللي فات، تقابله السنه الجايه حياته في علاقته بالله ودينه وايمانياته وجهده وفهمه زاد، بيزيد على طول ما بيقلش، مش زي الملتزمين دلوقتي. الملتزمين دلوقتي تقابله بعد شهر واتنين وسنه زي ما هو واقف شايل الهم بس مش قادر يتحرك، مش قادر يكسر القيود اللي حواليه وينطلق. ليه مش قادر؟ ليه الهم بتاع الدنيا مسيطر عليه؟ لا يكل ولا مال في سيره الى الله وان ييسرك لليسرى. عارف يعني ايه وان ييسرك لليسرى؟ انسان بقى ميسر، ميسر انه يمشي في طريق ربنا، ملتزم طلقه منطلق في طريق ربنا. في سوره المعارج ربنا بيكلمنا عن الناس اللي كل يوم بتاخد بتعرش خطوه جديده تجاه الله، خطوه جديده. ان الانسان خلق هلوعا، خايف من الدنيا وخايف على الدنيا وخايف من بكره وحزين على امبارح، اذا مساه الشر جزوعا، اذا مساه الخير منوعا، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اول خطوه خدها في علاقته بربنا انه بدا يصلي، بدا يداوم على الاتصال المستمر بربنا في الصلاه. بعد كده والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لما صلى صح طلع خطوه، لما بقى بيشوف الفقير بقى قلبه الرحمه بتتفجر فيه فبيديله من ماله. بعد كده والذين يصدقون بيوم الدين، ايه ده؟ ده طلع خطوه ثانيه، ده بيتقدم على طول. ربنا بيعلمنا ان لازم نبقى في تقدم مستمر. التصديق طلع خطوه ازاي؟ الشبهات اللي في قلبه كلها تبددت، مش كل واحد بدا يدخل الطريق قلبه بقى 100% يقين، لكن لما العباده نورها اشرق على قلبه ضباب الشبهات تبدد تماما، بقى عنده يقين راسخ ان هو ده الطريق الحق. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال لا ده طلع خطوه تاني، ده بقى فعلا بيخاف من الاخره، بقى فعلا لما بيسمع ايات النار في الصلاه بيبكي، بقى لما بيقرا ورد القران بتاعه تيجي ايات الجنه دموعه بتنهمر، لاول مره بيخاف من ربنا خوف حقيقي، لاول مره بيشيل هم القبر واول ليله في القبر شيل حقيقي. بعد كده والذين هم لفروجهم حافظون، قال لا 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 ده طلع خطوه تانيه. ازاي؟
بقى شهوته كانت قبل كده شهوته غلباه مخليه يعني بيبص للحرام. الوقت ايمانه غلب الشهوه، الوقت ايمانه فاض على جوارحه، بقى الايمان بقت الجوارح كلها مستقيمه على طاعه الله، العين حافظها، اي شهوه ايمانه ازيد من انه يقع امام اي شهوه. يعني يا جماعه لا يكل ولا يمل، ما بيقفش، ما بينكسرش، ما بيقعش في طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني صفة من صفات حامل الرسالة أنه لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل أبدا على الإطلاق في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة الدين نقلات، دايما العربية نقلات، بتنقل على الأول شوية تجيب التاني، شوية تجيب التالت، شوية تقوم جايب الرابع. ليه؟ لازم تنقل باستمرار طول ما انت ماشي. كذلك الدين يا جماعة لازم تنقل طول ما انت ماشي. في ناس لسه على النقلة الأولانية من أول التزامها لغاية دلوقتي. انقل يا ابني انقل، لازم تنقل في مشاكلك وهمومك. ما ينفعش لسه مشاكلك لغاية دلوقتي ايه؟ أبويا واقف في وش نقابي، ووالدتي بحرباني، والشهوات والفتن. لازم نعلى بقى، لازم تنقل في طموحاتك وأهدافك. ما ينفعش كل أهدافك لغاية دلوقتي زي أثبت. لازم تبقى طموحاتك إنك صاحب رسالة عايز تحققها. لازم تنقل في جهدك ومجهدتك. ما ينفعش لغاية دلوقتي يا جماعة قيام الليل بايظ، لغاية دلوقتي يا جماعة قيام الليل مش موجود أصلا، لغاية دلوقتي الصوم الاثنين وخميس ضايع من حياتنا، لغاية دلوقتي يا جماعة ذكر ربنا بنمشي في الشارع لساننا مش بيذكرش ربنا ودماغنا مع الدنيا والهوى، لغاية دلوقتي يا جماعة مفيش ورد قرآن بنقراه، لغاية دلوقتي احنا لسه لغاية دلوقتي في المرحلة دي وصلنا لفين؟ يا جماعة الواحد أول ما بيطلع بيطلع الأول شوية وبيفتح الرابع. أنت لازم الوقت تفتح الرابع في عبادتك، لازم تفتح الرابع في اجتهادك في الدعوة، لازم تفتح الرابع في طلبك للعلم. يا جماعة احنا زي اللي في سباق سيارات بالظبط، كل واحد منطلق من اللي هيوصل الاول. تنافس تنافس. انت ليه مش حسب السباق؟ انت ليه مش منطلق؟ لازم ننقل يا جماعة، لازم لا تكل ولا تمل في سيرك الى الله ابدا. انت منطلق حتى تلقى الله، لغاية ما تلاقي عينيك بتنظر بها الى نور وجه الله سبحانه وتعالى، لغاية ما تلاقي ودنك بتسمع بيها كلام الملك الجليل سبحانه وتعالى. يبقى تاني صفة ان صاحب الرسالة او الرجل لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى، لا يكل ولا يمل في سيره الى الله سبحانه وتعالى. تالت صفة يا جماعة من صفات حامل الرسالة، من صفات الراجل، من صفات المرأة اللي احنا عايزينها، من صفات الابطال اللي احنا عايزينهم، انه يعتبر انه لا يتهرب من مسؤوليته تجاه الدين وتجاه الاسلام، ويعتبر كل مشكلة من مشاكل الدين مشكلة من مشاكله الشخصية في حياته، لا يتهرب من مشاكله من مسؤولياته. احد الدعاة اللي انشأوا دعوات كبيرة، في نصرة الاسلام، كان مرة خارج من البيت في مهامه الدعوية، فمراته بتقول له انت رايح فين؟ ابنك عيان. قال لها انا ورايا الدعوة ورايا الدين. قالت له ابنك هيموت. قال لها جده يعلم طريق المقابر، ما انا خارج انقذ ملايين ومليارات هيموت على الكفر. يا جماعة مين اللي ينقذه؟ احنا فينا ناس ما حصلتش نملة، نملة يا جماعة، نملة سليمان اللي قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. مساكن مين؟ اجري انجلي نفسك، اجري، انت هتتدفي هتتطحن الوقت تحت الاقدام وتحت الاحذية. لا، حاسة بمسؤوليتها تجاه امتها. انت ليه مش حاسس بمسؤوليتك تجاه امتك؟ الراجل اللي بتاع مؤمن قال ياسين، الراجل المذهل اللي ربنا خلت ذكره في القرآن، لما جه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، جاء. طب جيت ليه؟ ده في ثلاث انبياء. انا ده ديني، ده مسؤوليتي، ما اقدرش العاطفة الملتهبة تجاه الاسلام، ما اقدرش انام، ما اقدرش، ما اقدرش انا مهما لو في مليون نبي ما اقدرش ان انا اسكت. جه قال انت اللي جيت، ما حدش اللي بعت لك. لا، انا مش محتاج حد يدعوني ان انا انصر ديني، انا لسه محتاج حد يذكرني ويقول لي قم. جاء من اقصى المدينه، اقصى المدينه يعني بذل مجهود رهيب، يعني جاب اخره. يا جماعه انت جبت اخرك، انت جبت اخرك، هو جاب اقصى جهده، انت جبت اقصى جهدك، هو ده اخرك. لو عرفت انك انت بكره هتقابل ربنا، لو عرفت انك انت الليله هتقابل ربنا، ده اخر مجهودك لنصر دين الله سبحانه وتعالى، داخل مجهودك للإسلام من أجل فجر الإسلام. من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الليل الآلام. والله يا جماعة أي ألم طعمه على اللسان وعلى القلب أعظم من أعظم طعام بيأكله أعظم الأسرياء في العالم، أعظم من أعظم شهوة بينالها أعظم الملوك في العالم، أعظم من أعظم مركز بيرتقيه أعظم الشخصيات في العالم. وأنت بتبذل وبتضحي وحاسس إنك إيه آخر اليوم مش قادر تعبان، بتتكلم عن ربنا وأنت مجهد، ولكن روحك عندها إصرار إنها تعيش من أجل الله، رايح تشتغل في الدعوة وأنت تعبان ومجهد وعندك ولكن أنت نظرت نفسك لله،
مفيش حاجة في الحياة لها طعم أحلى من حمل الرسالة، مفيش حاجة في الحياة لها طعم أخطر من حمل الرسالة، مفيش حاجة هتخلي حياتك لها طعم وجمال وروح وهدف ومعنى وتولد فيك عزيمة جبارة أكتر من إنك أنت تبقى حامل رسالة وحامل قضية. لا يتهرب من مسؤولياته، وجاء من اقصى المدينه رجل، راجل بحق الحقيقي يسعى يسعى، يعني مش جاي برجليه، ده جاي بقلبه، ده جاي بعاطفه صادقه حاره تجاه الاسلام. قال يا قوم، يا قوم، وقف وش قومه كلهم، وقف وش المجتمع. لما المجتمع كله فسد وقف وقال لهم لا، لما المجتمع باعرافه وتقاليده وقف يضغط عليه ما تشدش ناحيته، ده وقف يصادم الباطل، وقف يقول لا الحق هو اللي انا واقف عليه، الحق هم الثلاثة دول، حتى لو الملايين دي كلها واقفة ملايين كثرة ولكن هم دول الباطل. يا قوم، المجتمع ما ضغطش عليه، مهما كان المجتمع في اغراءاته وضغوطه ما استسلمش. يا قوم اتبعوني، لا اتبعوا المرسلين، انا مش عايز حد يسمع كلامي، انا مش عايز حد يمشي ورايا، انا عايز الناس تروح لربنا، انا عايز الناس تسمع كلام الحق، انا عايز الناس تتبع الحق. وفي النهاية يبرهن على صدق كل كلمة قالها ربنا لما يبذل دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، قضية فلسطين دي قضيتك، قضية العراق دي قضيتك، قضية دي قضيانا يا جماعة. يا جماعة احنا قضيانا هنشيل مادة ولا ننجح في مادة؟ دي قضايا مسلم همه الفردوس الأعلى. احنا عايزين ننجح بس عشان ناخد شهادة ننصر بها الإسلام. ايوه احنا عايزين نجيب فلوس بس عشان ننفقها في الدعوة إلى الله. ايوه احنا عايزين مراكز بس عشان يعز بيها دين الله وترتفع بها كلمة الله. احنا مش عايزين حاجة عشان الدنيا يا جماعة. وهي دي الصفة الرابعة من صفات حامل الرسالة، صفة الخطيرة، إنه بيرتب دنيته على دينه. يعني إيه؟ يعني اختياراتك في الدنيا اختيارات صاحب رسالة. انت دخلت التجارة ليه؟ ليه عايز تشتغل تاجر؟ عشان اصرف على الدعوة. كده هي كده يا جماعة. الموضوع ده خطير جدا لكل ملتزم وملتزمة. احنا كطيار ما احناش عارفين احنا بنذاكر ليه، احنا بنشتغل ليه، والاخ اللي يروح يتاجر حاسس ان هو خان القضية وضحى. يا جماعة احنا واحنا بنختار اي اختيار دنيوي بنختار بناء على الدين. انت اخترت نيابة الجراحة ليه ايها الطبيب اللي لسه متخرج؟ عشان اعالج الجرحى في الجهاد زي اخواننا في غزة دلوقتي. انت اخترت. هو كده لما بتختار مراتك بتختار اختيار واحد صاحب رسالة، لما بتختاري جوزك بتختاري اختيار واحدة صاحبة رسالة، لما يجيلك عقد عمل بتقبل او ترفض بناء على انك صاحب رسالة، لما بتختار اي حاجة، لما بتختار وظيفتك بتختار اختيار واحد صاحب رسالة. يا جماعة فوق، يا جماعة عايزين نبقى طيار اصحاب رسالة مش طيار تايه ما بين الدنيا والدين. الطيار السلف دلوقتي معظمه تايه بين الدنيا والدين، معظمه مش قادر يعرف هو بيعمل ايه، مش عارف. طب احنا كده بنعمل صح؟ طب غلط؟ طب الدنيا؟ طب الدين؟ طب نسيب؟ طب نضحي؟ وانت بتختار اي اختيار دنيوي اختار بناء على انك صاحب رساله، والا تبقى راجل كذاب. مش بقول لك سيب الدنيا، لا، خد من الدنيا اللي تنصر به رسالتك، غير كده انت ما انتش محتاج الدنيا في حاجه. الصفه الخامسه من صفات حامل الرساله، الرجل حامل الرساله، المراه حامله الرساله، من صفات احفاد صلاح الدين. الصفه الخامسه من صفاتنا كلنا اللي لازم تبقى موجوده فينا، ان صاحب الرساله صاحب هدف، له هدف في حياته. في مندوب المبيعات يقول لك انت ليك تارجت انت لازم تحققه. الولد يفضل يلف حوالين نفسه للنهار ويحرق من فلوسه عشان يحقق التارجت في السوق. انت ليك تارجت، انت كمان انت ليك هدف لازم تحققه. صاحب هدف يا جماعه. حرمني من حن لما اتطعن في ظهره وقال فزت يا رب الكعبه. فزت؟ فزت فين؟ فزت ازاي؟ انت ما انتش راجع بيتك تاني. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت اولادك اتيتمهم. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت عمرك ما هتشوف مراتك تاني. فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت عيالك من بعدك مين اللي هيصرف عليهم؟ فزت؟ فزت ازاي؟ ده انت خسرت الدنيا بشهواتها وملذاتها؟ برضه فزت. فزت ازاي؟ ده انت شبابك ضاع؟ برضه فزت. فزت لانه صاحب هدفه وحقق هدفه. زي خبيب وهم بيصلبوه قال لهم رسول الله ما يتخداش. مين فينا اللي بيقول المسجد الاقصى ما يتخداش؟ انا اتصلب واموت واتقتل بس المسجد الاقصى مش ما يتحفرش تحته، ما يتخداش خدش واحد. مين فينا اللي عنده العاطفه الرهيبه، طوفان المشاعر الرهيب تجاه الاسلام ده؟ مين فينا اللي عايش عشان الاسلام يا جماعه؟ مين فينا اللي عايش عشان دين الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا اللي عايش عشان الفردوس الاعلى في جوار الملك سبحانه وتعالى؟ مين يا جماعه؟ صاحب هدف. حتى النساء سيدة خديجة من النماذج اللي الواحد بيكاد يبكي كل ما يسمعها. سيدة خديجة يا جماعة أول رسالة خالص لما خدت النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا الورقة بن نوفل قال له لما بيقول له سيخرجك قومك، سيدة خديجة ما سمعتش كلمة اتلعبت. قالت له ايه ده؟ يخرجوك؟ لا 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 يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، احنا لا أدب جهل ولا أدب لهب، خلينا جنب الحيطة. لا وقفت جنبه عليه الصلاة والسلام.
خلال شهور بس في الرسالة او سنوات في الرسالة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان ولقد رأيتني انا وانا واولادي او ولقد رأيتني وليس لي طعام الا ما يواري ابط بلال. الرسول وخديجة واولاده رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على النبي محمد ليس لهم طعام الا لقب عيش بلال بيخباه كده تحت ابطه ويروح يداه للنبي عليه الصلاة والسلام. خديجة يا جماعة استحملت مع النبي الجوع ده ليه؟ كان ممكن تقول له انا مالي، انا كنت عزيزة قوم، ده انا كنت مليونيرة، انا اتزليت، انا جوعت، انا ايه اللي يخلي ولادي يجوعوا كده؟ لا، انت لازم دعوتك تبقى في جنب ودنيتي وانا ولادي تبقى في جنب. ما قالتش كده يا جماعة، صبرت يا جماعة. اخر 3 سنين في عمر السيدة خديجة يا كل امرأة، يا كل واحدة نفسها تبقى مع خديجة في الجنة، يا كل حفيدة من حفيدات خديجة، اخر 3 سنين في عمر خديجة عارفين كانوا امتى؟ كانوا هم 3 سنين بتوع شعب ابي طالب اللي وكلت فيها ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ولادها بناتها كانوا ورق الشجر قدام عينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتكلمتش. وتخرج خديجة من شعب ابي طالب، بعدها بايام تموت السيدة خديجة، وينزل سيدنا جبريل من فوق 7 سنوات قبل ما تموت خديجة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة بقصر من قصب لا وصب فيه ولا نصب، قصر من لآلئ مرصعة وجواهر مرصعة في الجنة. لو خلاص بعدش فيه تعب ليه؟ لأنها أنشأت للنبي بيت دعوة لا وصب فيه ولا نصب ولا تعب ولا لغط على الإطلاق. رضي الله عنها صاحبة رسالة، كانوا أصحاب رسالة جماعة، أصحاب هدف، هدف زي السيدة سارة. سيدنا إبراهيم لف بها الأرض كلها، سيدنا إبراهيم أكثر واحد لف الأرض في الدعوة إلى الله. لما دخلها مصر وملك مصر الصالب خدها وحاول ان هو يعتدي عليها، ما لكلوش لا، ده السيدة سارة يا جماعة كانت ملك الجمال عالم، ملك الجمال، يعني لا فلانة ولا فلانة ولا نعومي كامبل ولا كل دول اي كلام، كل دول هراء بالنسبة لجمال سارة. سارة دي تاني اجمل شخصية في النساء بعد السيدة حواء، ملكات جمال العالم، هم المصطفين اللي ربنا اصطفاهم، هو الجمال بالعهر والفسق والعياذ بالله، اجمل نساء العالم هم ادي نساء الدنيا. السيده ساره كانت جميله، كانت ملك جمال العالم، ولكن معلش لابراهيم انت بهدلتني، سيدنا ابراهيم انت بهدلتني، انت انا كان ممكن اتجوز ملك، ده انا كان ممكن اتجوز اغنى واحد في الدنيا كلها، انت انا توصل لدرجه ان انا ادخل مصر ملك مصر. ما قالتش الكلام ده يا جماعه، ما قالتش كده، صبرت معاه، صمدت معاه، كانت صاحبه رساله. السيده عائشه لما النبي خيرها عايزه الدنيا خلاص اديك متاعك وطلعك، اختارت الرسول تاكل يوم وتجوع يوم معاه عليه الصلاة والسلام. بعد ما مات روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم، ربع الشريعه حفظت بسبب السيده عائشه رضي الله عنها. انت وراك رساله، رساله في بيتك ورساله بره بيتك، رساله في الدعوه جوه بيتك مع جوزك واولادك، وبره بيتك مع اخواتك ومع النساء كلهم، وراك رساله. احد الشباب كان دونا عن اخواته حافظ القران كويس جدا، فبيسالوا امه، قالت لهم ان فتره حمله كانت هي بالذات قريبه من ربنا جدا، كانت بتقرا القران كتير، طلع حافظ لكتاب الله بكل يسر وسهوله. قرايتك للقران، لو انت قارئه لكتاب الله بناتك هيطلعوا قراءات لكتاب الله، لو انت صوامه بناتك هيطلعوا صوامين، قوامه بناتك هيطلعوا قوامين، لازم انت الاول تطبقي عشان الاسره كلها. لو انت بتقوم الليل جوزك هيقوم الليل، لو انت متصدقه جوزك هيتصدق، انت محور رهيب داخل اسرتك ومحور رهيب داخل كثير من النساء خارج اسرتك. يا جماعه يا جماعة، احد اخواننا احد الشباب كان حافظ صورة معينة في القرآن دون عن باقي الصور، مش عارفين السبب ايه، اخيرا اكتشفوا ان امه كانت وهي حامل بتقرأ الصورة دي بالذات على طول. سبحان الله العظيم، انت وراكي دور حتى للجنين اللي جوه بطنك. يبقى اذا صاحب الرسالة رقم 5، صاحب الرسالة صاحب هدف، له هدف عايش عشانه، انت عايش عشان هدف، انت عايش عشان هدف. يا جماعة احنا لينا هدف حياتنا كلها، مش هنفرح بحاجة لو الهدف ده ما اتحققش، ومش هنحزن على حاجة ضاعت بدام الهدف ده بيتحقق. الصفة السادسة من صفات حامل الرسالة انه رجل او امرأة صاحب رسالة، انه رجل يزن امة من الرجال. سيدنا عمر لما اسلم الصحابة قالوا كنا اذلاء حتى اسلم عمر، انت فرقت مع الالتزام في ايه؟ فرقت مع الملتزمين في دفعتك ولا في كليتك ايه؟ فرقت مع الملتزمات ايه؟ فرقت مع ثقلك في التيار الاسلامي ايه؟ ثقلك ايه؟ يا جماعة لازم يبقى لنا ثقل حقيقي، نبقى كيف وليس مجرد عدد، الذات للعدد.
كنا أدلاء حتى أسلم عمر، حتى التزمت أنت، أنت عملت إيه بعد التزام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ونايم أتاه ملكان، فواحد بيقول للتاني زنه برجل وزنه، زنه بعشرة وزنهم، زنه بألف وزنهم، فقال أحدهم للآخر لو وزنته بأمته كلها لوزنهم. ده أنت توزن إيه؟ أنت توزني إيه؟ محمد بن واسع في فتح أفغانستان القائد قال إصبع محمد بن واسع أقوى بيمشاول للسماء، أحسن عندي من 100,000 فارس، صبعه يوزن 100,000 بني آدم، أنت صبعك ولا كلك على بعضك توزن إيه؟ ابن مسعود ساقه أثقل من جبل أحد، جبل أحد ده يعني مثلا يوزن مليون بني آدم، يعني رجله الواحد هتوزن مليون، أمال كله يوزن قد إيه؟ أنت توزن إيه؟ لسانك من كتر الكلام عن ربنا يوزن إيه؟ عينك من كتر البكاء من خشية ربنا توزن إيه؟ رجلك من كتر المشي في الدعوة توزن إيه؟ إيديك من كتر الصدقة توزن إيه؟ قلبك من كتر حب الله يوزن إيه؟ نوزن ايه يا جماعة؟ نوزن ايه؟ وزننا الحقيقي ايه عند ربنا؟ المقداد كان يساوي 1000 رجل، انت في المعركة اللي ضد الاسلام الوقت تساوي كم راجل؟ انت تساوي كم حاملة رسالة في هذه المعركة؟ خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي نص فتوحات الارض كانت بسببه، خالد بن الوليد كان راجل واحد ولكن عمل ايه؟ قصه خالد لازم الكل يعرفها يا جماعه، خالد بن الوليد بعد اسلامه باربع شهور النبي بعته مؤته، زيد بن حارثه قائد الجيش اتقتل، جعفر مسك الرايه القياده اتقتل، ابن رواحه تقلد القياده اتقتل، بقى الجيش 3000 بلا قائد امام 200,000 من الروم، الجيش ده لا هيتاثر كله لا هيتبات كله، ويتقلد خالد بن الوليد القياده ويعمل خطه انسحاب بيقول لك اعظم خطه انسحاب في تاريخ الحروب العسكريه كلها، يجيب ناس يقفوا ورا الجيش يقعدوا يضربوا بالارجل بتاعت الخيول بتاعتهم عشان يعملوا غبار كثيف يتهيأ للروم ان في مرض عظيم جه، وبعد كده الميمنه تيجي مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والمقدمه ترجع ورا واللي ورا يطلعوا قدام، الروم يصحوا الصبح يلاقوا جيش تاني خالص غير اللي كانوا بيواجهوه، يحسبوا ان مرض كبير جه، وبعد كده الروح الرهيبه للقتال تبث وسط المسلمين، خالد الوليد بيقول لقد رايتوني يوم مؤتة وقد كسر في يدي 9 أسياف، صمود اذهى للعالم زي صمود اخواننا في حماس والمقاومة الإسلامية وشعب غزة، في غزة الوقت صمود أذهى للعالم، صمود أذهى للروم، الروم رجعوا من غزوة مؤتة مبهوتين، في ناس اسمهم المسلمين إيه دول؟ كان قيمة غزوة مؤتة الأساسية إن العالم عارف المسلمين دول إيه وصمودهم، شكله إيه زي ما العالم الوقتي بيعرف الصمود الرهيب، والله العظيم يا جماعة إحنا بنوزن العالم، إحنا بنوزن العالم الوقتي بالصمود بتاع إخواننا في غزة، بيتقتلوا ويتذبحوا ويتشردوا وتتهدم بيوتهم وتتجرف أراضيهم ويتضربوا بالقنابل الفسفورية والعالم بيشتفوا واقفين صامدين، الله أكبر، والله ما في نصر بعد كده، ولا في نصر زي كده ولو أبادوا اليهود، ده نصر مؤزر مبين، فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فضرب بينهم بمعبر باطنه فيه النصرة للإسلام وظاهره من قبله الخيانة والتواطؤ، الله أكبر، من صفات حامل الرسالة. انه راجل يزن امه من الرجال، يزن امه، خالد بن الوليد يا جماعه عمل انسحاب بعد ما الروم خلاص هم نفسهم عايزين المسلمين يروحوا باي طريقه، بعد كده جت فتنه المرتدين، المرتدين النهارده طيء ذبيان غطفان اسد عبس بيرتدوا، بكره بنو سليم بنو تميم هوازن بيرتدوا، بعده اليمامه عمان بيرتدوا، ايه ده؟ خطر رهيب، اكثر من 100 جبهه الجيوش راحت لاخطر جيش فيهم جيش اليمامه بتاع مسلمه الكذاب 40,000 واحد، ما عرفوش الصحابه يعملوا حاجة، يتقلد خالد بن الوليد قيادة الجيش اللي هيحارب مسيلمة، لو كان المسلمين اتهزموا في المعركة ديت كانت بقت كارثة في تاريخ الإسلام في الجزيرة العربية والعالم كله، ويروح خالد ويعمل خطة التمايز، تمايزوا الأنصار مع بعض، المهاجرين مع بعض، كل قبيلة مع بعض، خطة عبقرية اكتسحوا بيها هؤلاء المرتدين، غزوة اليمامة كانت غزوة العمليات الاستشهادية، البراء بن مالك يرمي نفسه من الحصن، أبو دجانة يرمي نفسه من الحصن، عبان بن بشر يعمل فرقة من 400 مجاهد يقتحموا الباب بتاع الحديقة، ايه خالد بن الوليد لما كان بيقود الجيش كان الجيش بيشتعل، كان بيبص روح حماسة رهيبة من كتر حماسته الرهيبة لنصرة الإسلام بيولع الجيش، حروب خالد كانت حروب عمليات استشهادية من كتر توليع الحماس في الجيش يا جماعة، بعد كده فتح فارس فتح العراق يطلع فتح العراق في 40 يوم يحرر ثلثين العراق، امريكا لما جت تدخل في قريه من العراق ما عرفتش قعدت اسابيع لغايه ما الخونه باعوا القضيه وباعوا البلد، انجلترا خدت خطه خالد بن الوليد في فتح العراق
وهزمت بها نابليون بونابرت بعد ما قتل السنين في معركة وطلو. دول رجالتنا. عايزين نتكلم عن الرجالة لغاية ما نبقى رجالة. عايزين نتكلم عن العظماء لغاية ما نبقى عظماء. انا عايزك تسمي ابنك الجاي خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد كده اهو. عايزين يا جماعة. قائد الروم بيقول لخالد في اليرموك بعدها. بيقول لخالد انتوا جايين جعانين. بيقول له احنا جعانين فعلا. وبنشرب الدم. احنا قوم بنشرب الدم. وسمعنا ان دم الروم ده ما فيش زيه. وجايين نشرب من دمكم النهاردة. معركة اليرموك. ابو بكر الصدوق يستدعي خالد. يقول له سيب فتح العراق وانطلق الى اليرموك. 30,000 واحد بعتنهم. فوجئنا ان الروم مخرجين 240,000 واحد. الروم خلاص يا جماعة. الاعداد الرهيبة في الفتوحات دي حقيقية. حقيقية لان البعض ممكن استغرب معقولة جابوا 200,000 300,000 ايوه يا جماعة لان المعركة كانت معناها نهاية وجودهم في الاراضي دي فكانوا بيحشدوا كل امكانياتهم وكل طاقاتهم بيجيبوا اخرهم واحنا اخرنا كان 30,000 ايامها 240,000 واحد خالد الوليد عمل خطة عبقرية عبقرية بإلهام من الله عمل خطة اسمها الكراديس كراديس يعني ايه قسم ال 30,000 10,000 10 جيوش وعمل مجموعات انتحارية كل مجموعة قوامها 3,000 تهجم اول 3,000 على 240,000 ازاي ما اصبر بقى شوف الخطة يهجموا يفضلوا يطحنوا فيهم ويطحنوا واللي يتقتل يتقتل وال 240 لاقيين 3,000 هجمين كله بيستنهج بعد كده يسحب اللي اتبقى من 3,000 يطلع 3,000 التانيين وهم لسه بقمتهم وعزيمتهم يفضلوا يضربوا في الروم والروم يضربوا فوق يسحب الثلاثة التانيين يطلع الثلاثة الثلاثين وهم الثلاثة الثلاثين وهم في قمة الايه في قمة لسه الصحة والعافية يدخلوا في الروم كذلك لغاية ما حطم جيش الروم تحطيم سبحان الملك الجليل مجموعات انتحارية عملها سيدنا خالد بن الوليد كانت ايام عزة يا جماعة كانت ايام نصر كانت ايام حماس كانت ايام روح كان الجندي المسلم حس انه بيحرر الارض من الطواغيت الوقت ايه الهدف الامة بتعاني الوقت من انعدام احساس بالهدف انعدام احساس بالقيمة لاي شيء انعدام احساس بالرسالة الطالب مش عايز ينجح او حتى لو بينجح هو مش لاقي وظيفة اصلا يتخرج لها هو لا لاقي دنيا ولا لاقي دين لا لاقي حد يساعده في دنيا ولا حد يساعده في دين انعدام الاحساس بالرسالة هو اللي موت الامة دي عشان كده احنا بنحاول الوقت يا جماعة مع بعض انشاء اصحاب رسالة بس روح الامل والقضية والرسالة في نفوس ابناء وبنات التيار الاسلامي ان احنا اصحاب رسالة وقضية الصفة السبعة من صفات حامل الرسالة بعد صفة انه رجل يزن امة من الرجال الصفة السبعة من صفات حامل الرسالة انه هو اليقين او رجل اليقين في قلبه كالجبال اليقين مليان هنا مليان يقين مليان يقين مليان ثقة مليان ثقة في الله سبحانه وتعالى بدون كده لا يمكن ان ننتصر يا جماعة مليان يقين ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد 70 من الصحابة اتقتلوا مقتلة وتمثل بجثة حمزة والرسول عضم وشه اتكسر عليه الصلاة والسلام والصحابة اتقتلوا حواليه والنبي يقول للصحابة بعد ما وقفوا على الجبل بعد المعركة استووا حتى اثني على ربي ايه ده تثني على الله الرسول بيقول لهم اصبروا وابشروا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها شوفوا الامل والثقة واليقين دلوقتي الاخ بيدخل الامتحان ما يجاوبش سؤال يخرج هو ربنا عمل معاك ده ليه استغفر الله العظيم طب ربنا عمل معاك ليه مش المفروض ده انا الاسبوع اللي فات قمت الليل ربع ساعة والاسبوع اللي قبله طلعت 50 قرش صدقة ازاي ربنا ما يقفش معايا الوقت دي ازاي ربنا انت يا ابني بتعامل ربنا على الدنيا ولا ايه ولا انت مستني ايه ولا انت باصص لعبادتك بشكل ايه ولا انت يا جماعة ده بيعكس خلل رهيب في معرفة الله واليقين بالله والثقة في الله سبحانه وتعالى وفقه معاملة الله وازاي ربنا بيعاملنا يعني الثقة يا جماعة الثقة غزوة احد غيرها بقى بيعت العقبة التانية بيعت العقبة التانية يوم المسلمين كانوا 70 انصاري جايين للنبي عليه الصلاة والسلام مستخبيين في خيمة وسط الحج بتاع المشركين لو حد كان سمع صوتهم او كشفهم كانوا كلهم اتقتلوا او في او في او في او في كهف على الجبل مستخبيين وبيعلقوا الرسول عليه السلام ويقف البراء ابن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت عايز مقابينا يا رسول الله عايز مالنا شوف انت عايز ايه يا محمد يا ابن عبد الله احنا جينا ننصرك وهنفضل نصرك طول حياتنا يقف ساعتها اسعد بن زراره يقول له يا براء انتظر انا لم نضرب اكبال الابل الا ونحن نعلم انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا قوم اعلموا ان اخراجه اليوم يعني انكم تاخدوه تروحوا على المدينه ان اخراجه اليوم
مفارقة العرب جميعا، حصار اقتصادي وعسكري هيتضرب عليكم، هتفضلوا لغاية 5 هجريا كل سنة يجيبوا جيش يحشدوه عشان يضربوكم، ومفارقة العرب وان تعضكم السيوف، هيفضلوا يحصروكم زي غزة سنتين كده يجوعوكم وفي الاخر ما موتكوش بالحصار، يضربوكم كل الاسلحة المحرمة وغير المحرمة بكل الوسائل بر وبر وبحر وجو، هيحاولوا يبيدوكم وان تعضكم السيوف وقتل خياركم. مستعدين؟ كله قال مستعدين، كله قال مستعدين ان احنا نقف ونصمد ونثبت، كله كان عنده استعداد للتضحية. يقف سعد بن عبادة يقول له قمت عنا يدك يا اسعد، ابعد بعيد عنا، انت بتقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رسول الله؟ والله والله مين فينا يا جماعة، مين فينا يقول كلمة البراء بن معروف الوقتي؟ مين فينا يقوم يقول كلمة اسعد بن زرار الوقتي؟ مين فينا يقوم كلمة سعد بن عبادة الوقتي؟ مين يقوم يقول اللي قاله ابو الهيثم بن التيهان لما قال له يا رسول الله يا رسول الله ارأيت ان نصرك الله اتتركنا وتذهب الى قومك ام تبقى معنا؟ ابو الهيثم واقف مع 70 واحد في خيمة محدش قادر يعلي صوته من الخوف، وبيقول له يا رسول الله لما هيتفتح العالم كله بقى والتمكين هيجي هتسيبنا وترجع مكة ولا هتفضل معنا؟ ده يا جماعة مش بيتكلم في مشاكل التمكين، ده بيتكلم فيما بعد التمكين يا جماعة. ايه اليقين ده؟ ايه اليقين ده؟ سعد بن عبادة بيقول قمت عنا يدك يا اسعد، قمت عنا يدك، فوالله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل باسيافنا على اهل منى كلهم غدا لفعلنا. لو قلت لنا يا رسول الله ننزل على كل المشركين بتوع العرب دول كلهم، قبائل العرب اللي جايه تحج على الشركه دي كلها نقاتلها، هنعمل. واحنا 70، احنا يا جماعه كام 70؟ احنا كملتزمين وملتزمات دلوقتي كام 70؟ يا اخواني في الله يا جماعه في قضيه اخطر من احنا نتكلم في الوعظ او نتكلم في قضايا الشباب او نتكلم في المنكرات ومعاصي الشباب، قضية مستوى اللي التزم اصلا. احنا قاعدين نكلم اللي ما التزمش اللي ما التزمش اللي ما التزمش، طب واللي دخل المسجد اللي دخل ونام ده؟ قاعدين اللي واقفين على المحطة اركب يا ابني القطر انت وهو، اركب يا بنت انت وهي، طب واللي ركبوا القطر وناموا دول مين اللي هيكلمهم؟ هنكلمهم امتى يا جماعة؟ احنا فينا ناس ركبت خطار الالتزام ودخلت نامت، فينا ناس انضمت الى القافلة وقامت نايمة يا جماعة. عايزين كفاءة علو كيفية في مستوى الملتزمين والملتزمات، عايزين ملتزمين اصحاب رسالة، ملتزمات اصحاب رسالة، ملتزمين وملتزمات لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة زي ما كشفها قبل موته بساعات ويبص للصحابة رضوان الله عليهم يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه شاف اصحاب رسالة، شاف حملة رسالة هينشروا الدين في الارض كلها. احنا يا جماعة لما النبي عليه الصلاة والسلام يبص علينا دلوقتي هيشوف ايه؟ لما النبي يتأمل في الملتزمين والملتزمات، الصفة السابعة من صفات حامل الرسالة أن يكون اليقين في قلبه كالجبال، زي ابن مسعود كده، زي ابن عمر لما كان ابنه يجي ليلة من صلاة العشاء يفضل يصلي الفجر ويعيط، وليالي يجي ما ينام ويصحى يقوم الليل، فبدأ يراقبه إيه الليالي اللي بيجي يفضل يصحى للفجر ويعيط دي ما بينامش خالص، لأن الليالي دي لما بيعدي راجع من المسجد يقوم معدي على السوق يقوم يشوف روس الأنعام المذبوحة وهي مسلوخة، منظر الكلح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الوش الكلح الجلد اتسلخ والعياذ بالله والوش بقى كالح، فلما يشوف المنظر ده يفتكر النار يرجع يصلي طول الليل يقين، مصدقين كل حاجه بتفكرهم بالاخره، كل حاجه بتفكرهم بربنا، كل شيء يذكرهم بالاخره فلا ينسوها حين يذكرون اي شيء، كل شيء يذكرهم بالله فلا ينسون الله حين يذكرون اي شيء، ما بينسوش ربنا. لا انساك يا رب، لا انسى الجنه والفردوس الاعلى، لا انسى النار. اصحاب رساله يا اخواني في الله، اصحاب قضيه يا جماعه، اصحاب قضيه، اصحاب منهج عايشين عشان هدف في حياتهم. من ضمن صفات حملة الرسالة الصفة الثامنة، رجل أو حامل الرسالة قلبه ملتهب من أجل أحوال دينه، قلبه ده مولع. كنت بسمع في صلاة العشاء في الركعة الثانية فيما أذكر في الركعة الأولى قول الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم فجعلهم جذاذا، جذاذا يا جذاذ ديت يعني نزل على الأصنام فضل يضرب 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 لغاية ما بقى زي الرمل المتفتت. الاصنام دي يا جماعه ده الجدران اللي احنا باين ده بيوتنا كده، مش لعبه عيال، مش شويه رمل حطوها على بعض وسووا ميه، ده حاجات بنيان مبني، ده حاجات متكلفه ملايين من اموالهم، معنى انه حطمها لغايه ما جعلها جذاذ. الغل اللي في قلبه تجاه الباطل شكله ايه؟ الغل اللي في قلب اهل الحق تجاه اليهود شكله ايه؟ يا ترى لما الواحد يلاقي يهودي كده رقبته في ايده هيعمل فيه ايه؟
يا ترى الواحد لما يجي اليوم اللي هيتفتح فيه العالم، الناس اللي ذبحوا المسلمين دول، الناس اللي ذبحوا المسلمين وحرقوهم احياء في البوسنة والهرسك، الناس يا ترى الغل اللي تجاه اهل الباطل، الغل اللي تجاه معاصي الله اللي بقت بترتكب في كل مكان تحت الحمايه، ما حدش يقدر يقرب من المعصيه، حدش يقدر يقرب من حرمات الله تنتهك تحت حمايه اهل الدنيا واهل الباطل، ما حدش من اهل الحق يقرب ليهم. ازاي يا جماعه؟ فجعلهم جذاذا. شوف غل قلبه، شوف الغل بتاع سيدنا موسى لما عبدوا العجل وهو بيقول لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفه، حاسس ان قلبه مليان غل، مش هحرقه هحرقه وهنسفه نسف في اليم. شوف الغل اللي في قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر سيدنا محمد، افضل اضرب في بنيان البطل لغايه ما ينهار، لغايه ما يتصدع البنيان. شوف قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف، شوف كلمه قذائف دي، نقذف قذائف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يضربه خبطه في دماغه تشق دماغه نصين، تموته على طول ضربه في مثل. يا جماعه اصحاب رساله يا جماعه، الصفه التاسعه من اصحاب الرساله او الصفه الثامنه من صفات اصحاب الرساله ان هم ان هو صاحب الرساله يجمع ما بين الهم وما بين الفهم والصدق. يعني ايه؟ يعني انسان فاهم ان الطريق طويل. ربنا بيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بس قنبله نوويه هتقع اهي. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يا رب لسه 40 سنه عم موسى يكبر، وبعد كده موسى يسافر 10 سنين ولا 30 سنه، بعد كده يسافر 10 سنين لمدين، بعد كده يرجع، بعد كده سنوات حرب مع فرعون، بعد كده 40 سنه تيه، بعد كده معركه تحرير فلسطين. ليه يا رب؟ يا رب سيدنا محمد يبتعث عند 40 سنه والارض مليانه بطل ليه؟ يا رب ابعثوا عند 30 سنه، 13 سنه في مكه ليه؟ يا رب كفايه 5. لا يا جماعه الله لا يعجب، لازم نفهم الطريق ونفهم ان اعدائنا بيحاربونا ازاي. ها؟ وإن فرعون على في الأرض وحارب المسلمين بطريقتين وجعل أهلها شيعة، يفرقهم الحرب الخبيثة الأول، يفرق الملتزمين، يفرق المسلمين، احيوا في المصريين نعرة الفرعونية، واحيوا في الجزائريين الأمازيغية، واحيوا في السوريين الفينيقية، واحيوا في العراقيين الكنعانية. ليه؟ عشان ما عادوش ينفعوا يقعدوا مع بعض، خلوهم شيعة الأول، بعد كده يذبحوا أبنائهم بقى، الحرب القذرة العلنية تظهر بقى. بس لما الحرب الخبيثة الأول تجيب الثمرة بتاعتها لازم نتوحد، لازم نبقى حاجة واحدة، لازم أيها الملتزمين نفهم إن إحنا حاجة واحدة. إيه يعني أنت مهتم بالدعوة وأخوك مهتم بالجهاد؟ إيه يعني أنت مهتم بالعلم وأخوك مهتم بالعبادة؟ كلنا واحد. الصحابة كان فيهم أبو ذر الغفاري العابد الفذ، عمرو بن العاص السياسي الفذ، خالد بن الوليد المجاهد الفذ، ابن عباس العالم الفذ، مصعب بن عمير الداعية الفذ، وكلهم كانوا بيقعدوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش منهم كان بيتحدى ضد التاني. نبقى حاجة واحدة يا جماعة، نبقى حاجة واحدة دين ربنا. الصفة التاسعة من صفات حامل الرسالة أنه رجل يعلم كيف يصل إلى الناس. طاحون الدعوة، طاحون الدعوة. المعركة بينه وبين العلمانيين إيه؟ الناس. المعركة بينه وبين أهل البطل إيه؟ الناس. المعركة الناس. هنقدر نوصل للناس ولا لا؟ هنقدر ننقذ الناس من براثنهم ولا لا؟ لازم نعرف ازاي نوصل للناس. طب نوصل لهم ازاي؟ اول حاجه بالقدوه. القدوه احد النصارى على النت اسلم، بيقولوا له اسلمت ليه؟ قال لهم عشان حاجتين. لما سمعت موقف النبي لما طردوهم من مكه وخدوا فلوسهم ومع ذلك ساب سيدنا علي عروض الامانات، وموقف النبي لما رجع مكه وكان ممكن يذبحهم قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. القدوه يا جماعه، الاخلاق، مهما شووه سرطة مش هيفلحوا، لان احنا قدوة حقيقية واخلاق. نوصل للناس ازاي؟ سيدنا يوسف لما جم قالوا له اول لنا الرؤية الهيروغليفية، مش فاهمين حاجة في الرؤية، اولها لهم ما قال لهمش بس تخرجوني ولا اشترط، خدم الناس، شارك في خدمة الناس، حلوا مشاكل الناس، اسمع هموم المدعوين اللي بتدعوه، نحل مشاكلهم، نتفاعل مع قضاياهم، نرحم مشاكلهم وهمومهم رحمة حقيقية. نوصل للناس ازاي؟ نوصل للناس تشجيع، ما نصبطش ناس، ما نحسسش ناس ان الدين مكلكع، ومعاه الاخ المتجهم والاخت الكشرية والاخ المستعلي على غير الملتزمين كانهم جراثيم، والاخت اللي بتكلم ما تصاحبش. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ده احد اخواني، والله احد اخواني اعرفه كان في اعدادي في اسابيع حفظ اكتر من 20 جزء قران، طاقه حفظها رهيبه، بيقول كان بيحفظ على ايد صبي صغير، الصبي قال له لا انت بقى ايه تسمع على الشيخ لانك كده انت المفروض تحفظ معانا الناس، انت ارتقيت. بيقول لي كنا ايامها في سته طب، هو كان بموقف ده في اولى اعدادي او ثانيه اعدادي، اللي بيحكي لي الموقف ده في سته طب، بيقول لي انا يوميها دخلت للشيخ لسه بادئ اسمع، قال لي ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت ما انتش حافظ حاجه، ده انت تجويدك كله غلط، ده انت حروفك كلها، ده انت عايز تحفظ من اول وجديد.
بيقول لي خرجت من المسجد بيقصد انه ما فتح المصحف يحفظ تاني حتى هذا اليوم الا هذه الايام. من اعداد الغايب سطط برسام واحد بس معقد ومثبت ومحبط منفر والعياذ بالله، بشره ولا تنفره. زائد ازاي نوصل للناس بكلام الدين؟ نسمع شرايط الدين وكلام الدين ونروح نبلغ، نروح نبلغ للناس الدين. يا جماعه لن تقوم دعوه لم يتحدث فيها عن الله والدار الاخره ليل نهار. يبقى دي الصفه التاسعه. الصفة العاشرة والأخيرة من صفات حامل الرسالة أنه لا يبارز الله بالمعاصي ولا يحارب الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. مش بيهدم الدين بمعاصيه والغيبة والكذب والنميمة والرشوة ثم يطلب من الله ان ربنا ينصره. ده انت سبب هزيمة. انت زي الفنانين اللي رايحين يعملهم زهرة عشان غزة. يا الواحد يا جماعة الواحد مش عايز يقلب ان الواحد عايز يلطم. يا جماعة بتعملوا ده انتوا سبب النكسة. ده انتوا افسد عنصر في الامة جاب النكسة كلها. مغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات سر نكسة امة محمد. من اكبر اعوان ابليس فهدم امه من اكبر اسباب الهزيمه. انتوا اللي جايين تعملوا مظاهره عشان غزه. يا عم اكفوا غزه بس ظلمكم عطيكم. تلك عشرة كامله، عشر صفات من صفات حامل الرساله. عدوا معايا بقى تاني يا جماعه. اللي مهتم بالقضيه ونفسه يبقى صاحب رساله يجيب الدرس تاني من علويته الله باذن الله سبحانه وتعالى، ويسمع الدرس تاني ويكتب الكلام ده ويلخص الدرس ويشوف هو فين من الكلام ده ويتذكره دايما. اول صفه من صفات حامل الرساله، اول صفة انه رجل او امرأة، كلنا يا جماعة انه رجل فوق الفتن وفوق الشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان صار فيه الى ان يموت. رقم اثنين، حامل الرسالة لا يكل ولا يمل في سيره الى الله منطلق، كل يوم بياخد خطوة جديدة، كل شهر بيتقدم خطوة جديدة. رقم ثلاثة، حامل الرسالة لا يتهرب من مسؤولياته تجاه الاسلام، ولكن يعتبر كل قضية من قضايا الإسلام مشكلته الخاصة، مش قضايا حياته أنجح وأسقط، قضايا حياته العراق وفلسطين وغزة والملتزمين وغير الملتزمين والتنصيب، دي قضايا حياته. رقم شايل هم، صاحب هم. رقم أربعة، حامل الرسالة يختار في دنياه بناء على انه صاحب رساله، بيختار مراته، بيختار مكان سكنه، بيختار الكليه اللي بيدخل فيها، بيختار وظيفته، بيختار عقد عمل او لا، بتختار جوزها بناء على انه صاحب رساله وبيختار اللي هيخدم رسالته، بيختار كل حاجه انه يخدم رسالته. رقم خمسه، حامل الرساله يزن رجل يزن امه من الرجال، له وزن زي ابن مسعود، شوفوا وزن رجليه بس اثقل من جبل احد، له ثقل في الطريق الاسلامي. دعامة حقيقية وسطنا. رقم ستة، صاحب الرسالة اليقين في قلبه كالجبال، كالجبال زي الصحابة الأنصار في بيعة العقبة الثانية. رقم سبعة، صاحب الرسالة قلبه ملتهب على قضايا أمته فجعلهم جذاذة. بيقول امتى تمكن من الباطل، امتى هتمكن من الباطل وتمكن من اليهود. رقم سبعة. رقم ثمانية، صاحب الرسالة يجمع بين الهم والصدق او بين الفهم والصدق، فهم ان الطريق طويل وانه يتحارب وما لناش امل غير ان احنا نفضل اخوة متكاتفين وان احنا نتوحد يا ملتزمين يا مسلمين مش نضرب في بعض. رقم تسعة، صاحب الرسالة، صاحب الرسالة رقم تسعة، صاحب الرسالة لا يبارز الله بالمعاصي ثم يطلب النصرة من الله. بيكفل اولا بذنوب، اول حاجة بيتواب، ذنوبه مش سبب في هزيمة الأمة أبدا على الإطلاق. رقم عشرة، صاحب الرسالة يعرف كيف يصل إلى الناس خلال القدوة، من خلال الأخلاق العملية، من خلال كلام الدين، من خلال تبشير الناس وتشجيع الناس. وابشرهم، انت عاصي وانا وقعت في كبيره انا بحسدك، ده انت لما تتوب هتتقلب سيئاتك حسنات، وانا النهارده بدات احفظ خمس ايات، انت بس قال لهم يا الله اكبر، ده انت راجل عظيم. ومن خلال يا جماعه، ومن خلال خدمه الناس وحل مشاكلهم، ومن خلال كلام الناس عن الله والدار الاخره، لان الدعوه لا تقوم ابدا مهما كان باقي العوامل قدوه او اخلاق او غيرها الا بالكلام عن الله والدار الاخره. تلك عشره كامله، عشر امور. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو انت. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو انت. صاحب الرسالة ده هو انت. انت صاحبة الرسالة دي. لازم يا جماعة، لازم نبقى اصحاب رسالة، لازم نبقى اصحاب قضية. التوصيات اللي في الاخر، لاننا وصلنا لنهاية الحلقة،
اول حاجة اللي عايز ينصر الدين بالدنيا، عايز تشتغل في الدنيا، عايز تشتغل في الدنيا خلاص، بس اختار بناء على انك صاحب رسالة. ما تروحش تجيب واحدة ما تنفعش، ما تعيش حياة صاحب رسالة، ما تروحش تتجوز واحد ما ينفعش، ما تروحش تشتغل وظيفة بعشرين ساعة في اليوم وتقول انا صاحب قضية وصاحب رسالة. اختار، ابقى عارف انا اشتغلت جراح لان هنصر الجهاد، انا اشتغلت تاجر لان هصرف على الدعوة، انا كده بكل صراحة وبكل وضوح. اللي عايز ينصر الدين بالدين بقى يا جماعة، بص يا اختي انا هقولك ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، اختاري واحد من الثلاثة، احفظي وحفظي، دول ثلاث صغور اهو محتاجينهم جدا. احفظي وحفظي، در ادرسي ودرسي، اسمعي وكلمي. احفظي وحفظي، احفظي القرآن، انا زوجتي عملت كده، احفظي القرآن، احفظي على ايد حد من الاخوات، بقى كان بيتحفظ القرآن ومتعلمة تجويد، حفظي بقى على قد ما تقدري، حفظي، عرفي كل اللي حواليك انا بحفظ قرآن. دي تيجي طفلة، تيجي اخت، تيجي شابة، تيجي ام فاضلة، تيجي جارتك، تيجي انشري حفظ القرآن. احفظي وحفظي بقى تحفظي القرآن. التاني ادرسي ودرسي، ادرسي كتاب في فقه النساء، ادرسي كتاب في العقيدة، واي واحدة زميلتك ولا اي واحدة ملتزمة تعالي اقولك الكتاب ده، ترفعي العلم، تنشري العلم. رقم ثلاثة، اسمعي وكلمي، وده صغر خطير جدا، اسمعي شريط وكلمي بيه. هو ده صعب يا جماعة، يا جماعة احنا متخذلين ليه يا جماعة؟ ده احنا عدنا من الدك، ده احنا عدنا رصاص الرشاشات بيتفرغ في قلوبنا وعناقنا، احنا لسه لغاية دلوقتي مش قادرين ندعو، مش قادرين نشتغل في الدين، مش قادرين نبقى جنود. امال احنا ايه؟ امال احنا ايه؟ امال اصحاب رسالة ازاي؟ الطالع وحاطط ايده على خده، ايه يا ابني مالك؟ انا مش 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 عارف اذاكر الليله. ليه يا حبيبي؟ شايل هم ومخنوق. طب ذاكر؟ لا مش هقدر. طب انزل اطلب علم ولا احضر درس. ما انا من كتر ما انا شايل الهم مشلول، هم الدنيا خشله عن الدين. ده ينفع يا جماعه؟ ده يقابل ربنا يقول له يا رب ولا عايزه بل انا هم الدنيا شلني عن دينك؟ يا جماعه قوموا انطلقوا، قوموا بطلوا هم الدنيا اللي شلنا ده. الثالث، اسمعي وكلمي. طب وانت حبيبي برضو احفظ وحفظ، يا تتخصص في صغر القران، يا اما تدرس وتدرس وتنشر العلم في الدنيا كلها وتبقى نبراس رهيب زي علمائنا ومشايخنا مع الايام، يا اما تسمع وتتكلم وتبقى مشروع داعية عظيم من العظماء. يعني يا مشروع صغر القرآن، يا مشروع عالم العلماء، يا مشروع داعية من الدعاء. اخواننا في غزة يا جماعة، والصمود بتاع اخواننا في غزة، يعني سيناريو حرب 48 بيتكرر مرة تانية. اليهود عايزين ياخدوا حتة من ارض فلسطين، ولكن المرة دي وقفهم رجالة مش زي ايام 48. يعني سمعت ان الصحابة او قرأت عن الصحابة ان لما كانوا يوم تبوك النبي بيفتح باب التبرع ومش لاقيين حاجة، الصحابة اللي مش لاقيين سهروا طول الليل يشتغلوا وينزعوا الابار، المية من الابار، عشان يجوا شوية تمر يتبرعوا بيها. فكرت فكرة جميلة، ليه ما يبقاش الاسبوع ده كل داخلنا لفلسطين؟ ليه ما انت مش قادر تطلع 100,000 20,000 50,000؟ خلاص اعمل في الصحابة الفقراء، نصحي السنة دي ان يا جماعة بلاش الاسبوع الجاي، بكرة، ان كلنا داخلنا بكرة وفلوسنا بكره تبقى لفلسطين. انت تقتصد في بيتك، انت تنزل تشتغل او ما بتشتغلش، انت كل الفلوس اللي هتجيلك بكره، كل الفلوس اللي هتجيلك بكره كلها تبقى لفلسطين، نتبرع بها، ويبقى بكره يوم الامه كلها احنا وبالرسائل وكل من سيشارك يطلع كل دخله بكره سواء جنيه او 1000 جنيه لنصره فلسطين، ونبقى طبقنا سنه عظيمه من سنن الصحابه اللي احنا مش قادرين نطبقها في فتح حمل الرساله. كان الدرس بتاع الليله، يا ريت يعني 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 امنيه والله يا جماعه ان احنا نتحول بقى لحمله رساله، ان احنا نبطل بقى منظر الملتزمين اللي لابس بنطلون جينز ضيق ولا بنطلون شارلستون ومربي دقنه وعامل شعره زي التسريحات الشباب العادي ولابس فانيلا مكتوب عليها بالاجنبي بظهر ورا. مناظر محزنه. مش ده احنا يا جماعه بقى؟ خلاص احنا سيبنا بقى الضلال ده بقى، خلاص مش عايزين نرجع له بقى، مش عايزين نقف في النص كده مناظرنا كده متميز، عايزين بقى نبقى رجاله بقى، عايزين نتميز بقى، عايزين النصر يجي، والنصر مش هيجي غير لما نتميز، غير لما نبقى رجاله. بفكركم تاني، نصرة الاسلام قائمة على وجود اصحاب رسالة. لو بقيت صاحب رسالة هتبقى سبب من اسباب التغيير الحقيقي والفتح الحقيقي. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا جنودا في سبيلك، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادة وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم ايدهم، اللهم انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم، اللهم انقذهم، اللهم اغثهم، اللهم اشف صدور امة محمد، اللهم ان امة محمد مظلومين
اللهم اشف صدورنا، اللهم ارح قلوبنا، اللهم انتقم من اليهود امام اعيننا. يا من انتقمت من فرعون امام بني اسرائيل وهم ينظرون، انتقم من اليهود امام اعيننا ونحن ننظر يا رب. اشف صدورنا يا رب، انتقم من اليهود وممن عاونهم وممن خان اخواننا يا رب، برحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.